يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم وهل يحشرون مع آبائهم؟ نعم. هل يشفع أفراط المشركين في آبائهم؟ لا، أفراط المشركين تبع آبائهم، تبع آبائهم في الدنيا يعاملون معاملة آبائهم، أما في الآخرة فهم اختلف العلماء فيهم، والراجح والله أعلم أن تفويض أمرهم إلى الله عز وجل. قيل يبعث إليهم رسول يمتحنون، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، الله أعلم بمآلهم. ولا يشفعون، والمشرك لا تنفعه الشفاعة لا من ابنه ولا من غيره، لا من ابنه ولا من غيره، ما تنفعه الشفاعة. نعم.